موقع عبيرو 24 كنرحبوا بكم من سماب 2018 بباري، واليوم كنتواجدوا مع هرم من اهرام الكوميديا المغربيه سي محمد الخياري. العفو، صباح الخير. حتى انا شرف كبير لي انني من خلال المنبر ديالكم كنواجه وكنشوف وكتشوفني الجاليه المغربيه القاطنه بالمهجر. نعم سي الخياري، يعني غير هاد الجاليه اللي كتجي تصور معك، هذا عربون على المحبه، عربون على الثقه اللي وضعوها فيك. اولا انا جد فرحان وكنقول لهم على انا ما كنشوفهمش كجاليه، كنشوفهم كجمهور، كطرف كبير من الجمهور المغربي اللي صنع هذا العبد المذنب اللي واقف قدامك. فانا كنقاسمهم الغربه ديالهم وكنقاسمهم المحنه ديالهم، وشرف لي كبير انهم كيتبعوني في رمضان ولو في المهجر. فبلا بكم راه ما نكونش هنا، وانتم هما السند، وانتم هما الجمهور، وانتم هما الدعم الحقيقي لكل فنان مبدع. عدد من افراد الجاليه كيعاتبوك سي الخياري، ولكن عرفت علاش؟ كيقول لك سي الخياري علاش ما كيجيش عندنا لفرنسا؟ انا جاي، انا غادي ندمكم. انا عندي جوله مع وزاره الجاليه ان شاء الله في 10 ديال الدول الاوروبيه ابتداء من شهر شتنبر. عندي فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، المانيا، هولندا، واحد المجموعه ديال الدول اللي غنبداوها ان شاء الله. ما يمكنش نبداوها في الصيف لان كل شيء غيدخل المغرب يتشمش ويشوف الحباب. فان شاء الله غير يوصلوا لسبتمبر، غير يوصلوا هنا غنبعث معاهم، نقدر نجي معاهم في البابور نجوج. مرحبا مرحبا. واش الكوميديا المغربيه بخير؟ الحمد لله، مادام هذا الجمهور النقي المتتبع اللي كيخلي ما عنده في رمضان وكيقابلنا وما كيمشي كي ما كيمشيش للجامع، وانا غنحاول نخلص الكفاره انا من عندي. فما حد هاد الناس كيشوفونا وكيتابعونا. في اخبارك اللي جميل في امر، وتلقيت مع نصاره هنا قسما بالله العلي العظيم الا كيقول لي حي باجا نصاره وحي البيجا. والله العلي العظيم تلقيت مع جزائريين، مع توانسه، مع مجموعه ديال الدول اللي تبعوا العمل، وهذا شرف كبير لينا وللقناه الثانيه وللشركه ديسكونيكتد المنتجه ولكل الفنانين والزملاء اللي كانوا معايا في السلسله. كلمه اخيره سي خياري. ما عمرها غتكون لان الموت هذه اللي كانت. هانتوما كما قال لكم سي خياري غادي تتابعوه ان شاء الله في 10 دول اوروبيه. معكم ان شاء الله بالعرض الفني الساخر ديالي لي ريسبونسابل، ماشي لي ريسبونسابل، لان بعض المسؤولين كيدبروا على راسهم هما الاولين عاد كيفكروا في المواطن. اذا لي ريسبونسابل. الله يعطيك الخير. شكرا حبيبي. شكرا.